احنا ندعو جميع المقيمين وجميع العاملين في الحكومة ونتكلم باسم دائرة الإسناد الحكومي والجهات التابعة لدائرة الإسناد الحكومي وأشكرهم على دعمهم للمبادرة هذه، وأتمنى من الجميع أن يحرص على التبرع، لأن التبرع يؤدي فرق كبير لحياة ناس يمكن اليوم نحن ما نعرف عنهم موجودين في المستشفيات ينتظرون تبرعكم بالدم. أود أن أتقدم جزيل الشكر للأخوة في دائرة الإسناد لإتاحتهم لنا هذه الفرصة وتقديم خدمة سامية بسيطة وهي التبرع بالدم في حملة ملتزمون يا وطن، وهذه حملة وطنية نحب نشجعها ونتمنى الجميع يشارك فيها.